المجد للآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أخوتي وأخواتي يا أحبة ربنا يسوع، اليوم موضوع تأملنا هو الرب قريب. نعم يا أخوتي، ربنا قريب مننا بكل لحظة، والكتاب المقدس بيخبرنا عن هالشيء ببعض من الآيات، إذا بتسمحوا لي إني استعرضها قدامكم. بسفر المزامير بالمزمور 145 بالعدد 18 بيقول: الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. بنبوة أشعيا بالإصحاح 55 بالعدد السادس بيقول: اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. القديس بولس برسالته لأهل فيليبي بالإصحاح الرابع بالعدد الخامس بيقول: ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. نعم يا أخوتي، الرب قريب، وهالمعلومة مانها جديدة عليكم، كلكم بتعرفوها، بتعرفوها أحسن مني، والبعض منكم بيعرفها قبل ما أنا أخلق. والشي اللي أنا بعرفه نقطة ببحر الشي اللي أنتم بتعرفوه. بس عندي سؤال صغير يا أخوتي، كم واحد مننا بيشعر بهالمعلومة أنه ربنا قريب؟ يا ريت معلوماتنا الدينية يلي منعرفها ومندركها بعقولنا نسمح لها أنه تنزل لمستوى مشاعرنا وأحاسيسنا، نحس بهالمعلومة وندركها بقلوبنا لحتى ما ينطبق علينا كلام الكتاب المقدس اللي بيقول على لسان ربنا: هذا الشعب يكرمني بشفتي وأما قلبه فبعيد عني وباطلا يعبدونني. كم واحد فينا بيشعر وبيحس انه فعلا ربنا قريب بكل وقت وبكل لحظة؟ انا اليوم بدي اقولكم شغلي يا اخوتي، انه لما فعلا منحس ومنشعر انه ربنا قريب، رح نكتشف شغلة كثير مهمة، انه نحنا كثير بعاد، نحنا بعاد عن ربنا. لما رح نكتشف يا اخوتي انه نحنا بعاد عن ربنا، ساعتها مثل العشار رح نركع في محضر ربنا ونقول له: اللهم ارحمنا نحنا الخطاه، يلي العالم وهمومه ومشاغله ومشاكله قدر انه يشغلنا ويبعدنا عنك. فاليوم صلاتنا اخوتي انه يا رب لا تسمح لاي شيء يشغلنا عنك ويبعدنا عن محبتك. يا رب إذا نسيناك لا تنسانا، لأنه يا رب أنت إلنا ونحن إلك، إن كنا أحياء نحن إلك وإن كنا أموات نحن إلك. فيا رب لا تسمح لأي شيء يبعدنا عنك، لأنه لك كل تسبيح وتمجيد الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين.